طبعا انا جيت وحكيت وياك وتواصلت وياك، وطبعا وصلت لمرحلة انه اقدر احكي بعد ما تعالجت نفسيا. المشكلة بدت وياي من انا صغيرة، من اني طفلة كنت يعني طبيعية، طفلة طبيعية، بس من اروح الاماكن مثلا يدزوني او شيء اتعرض لي شغلة. ابو محل كان يمنه كان يتحرش بيه، بس اني ما كنت اعرف انه هذا تحرش. احس اتضايق، احس يعني اظل ابكي، يعني يحصرني بمكان. فاكثر من مره صار لي هذا الموقف، واني تقريبا كان عمري 10 سنوات ما اقدر احكي او اقول لاهلي، لان هذا الشيء هددني هو، ودائما يسوي حركات بانه ممكن يعني هواي، ما حتى ما اتذكر هاي الاشياء، بس اتذكر المواقف اللي صارت وياه. هو شخص كبير بالعمر يعني قد ابوي، فهذا الموضوع اثر على كل حياتي، بس ما كنت اعرف انه هو هذا السبب. هي مسألة التحرش هو فد مصطلح فضفاض احنا نقدر نسميه، لأنه التحرش قد يكون تحرش مادي يعني باللمس، قد يكون تحرش لفظي. فهي هاي الفكرة. مسألة التحرش يعني هو كل فعل مخل بالحياء يصدر من شخص باتجاه شخص آخر رغما عن إرادته، ويعني نقدر نقول بالغصب عنه، يعني الطرف الآخر هو ما راضي بهذا الفعل فهذا يعتبر تحرش. الدول الغربية تعريفهم للتحرش يعني أيضا تعريف أوسع من هيك، فلهالسبب أصبحت تهم التحرش بالنسبة لهم يعني تهم جاهزة جاي تطلق على أي شخص، على العكس من مجتمعنا. بمجتمعنا يعني ما يعني مجتمعنا مجتمع عشائري عموما، فمسائل التحرش ما جاي توصل للقضاء. قلت يعني مو بس اني، هواي بنات يتعرضون، هواي حتى ولدي يتعرضون للتحرش، وما كنت اعرف انه هذا الشيء اسمه تحرش، وهذا الشيء ممنوع، وهذا الشيء لازم حدود، لانه يعني ما كانوا يربونا على شنو اللي مسموح لنا وشنو الممنوع، وشلون حياتنا لازم تصير، شلون لازم نحكي ويا الشخص، شلون لازم الشخص يتعامل ويانا، ما يصير يلزم اجزاء من جسمنا. هاي الاشياء ما كان اهلنا يعلمونا اياها ومنطينا الثقه، بحيث احنا نطلع يدزوني مثلا ظهريه الكل نايم على وين، مثلا روح جيبي شخاطه، روح جيبي جداحه، روح جيبي فتشي، روح جيبي جقاير، خو اذا بالبيت خلت الجقاير الابويه، يعني هاي انذار لازم كل احنا نطلع نشتري. بس ما كان موضوع انه ايش يكون انه اكو هيك يسوي، لانه هو اصلا ابو المحل كان كبير بالعمر. هذا الموقف كلش اثر وخرب شخصيتي، بس انا ما كنت اعرف، وهسه اكتشفت الموضوع من دخلت يعني معالجه ودخلت جدول نفسي ومع مراجعات واشهر. مرات اطفال يجوني على اهلهم يقولوا لهم انه احنا تعرضوا للتحرش، الاهل يذبون اللوم على الطفل او الطفله، وبدل ما يروحون على الجاني يروحون على المجني عليه، يلوموه ويضربوه او يضربوها ويعنفوه على انت شلون قبلت وانت كذا، فيصير انه يشعر الضحيه بالذنب وانه يلوم نفسه اكثر. وممكن اذا تعرض المشكله مرت الاخ بالمستقبل اي نوع من انواع المشاكل، بعد ما يبوح وما يتكلم ويقوم يكبت ويتحمل اكثر من طاقته، الى ان انه ممكن ينتحر لانه ما لقى الدعم. خوف اهل هذا المجنى عليه من الفضيحه احنا نسميها، يعني مجتمع عشائري، وهاي تعتبر وصمة عار، يعني حتى بالإنجليزي يسمونها ستيغما، يعني هاي وصمة العار راح تظل ملاحقة هذا المجنى عليه طول عمره. أحيانا الجاني ينسى أنه هذا ارتكب هيك فعل، وتبقى وصمة العار تلاحق المجنى عليه. يعني هذا الموضوع اللي يقهر. الفكرة وين؟ الفكرة أنه أنت شلون توعي مجتمعك، شلون تنتشله من هاي القبلية اللي يعني شخص هو طفل أو طفلة أو شاب أو شابة هو مجنى عليه. أنت المفروض تنتشله من هاي وصمة العار، يعني
تفرش له الارضيه وتعطيه مساحه من الحريه، تقول له انت اذا تعرضت لهذا الفعل، اول شيء تفهمه بالفعل شنو، تفهمه شنو حدوده مع الاخرين، اللي يتجاوز هاي الحدود يعتبر معتدي او متحرش، وبالتالي انت من حقك تشتكي للاكبر منك، ومن حق الاكبر منك، لانه احنا على اعتبار هسه بدنا نحكي على مرحله الطفوله مثلا، الاكبر منك ولي امرك يتجه للقضاء وتاخذ حقك من خلال القضاء. بالنسبه للاهل، الاهل لازم يوعون ابنائهم وبناتهم انه يعني التوعيه تبدي من عمر 3 سنين، من يبدي الطفل يكتشف نفسه، ينزع عفوا الحفاضه ويبدي يتعلم على الحمام، يبدي يكتشف جسمه، فيقوم يميز انه هو ولد او هو بنيه، ويكتشف المناطق التناسليه. لازم هنا الاب والام يفهمون الطفل انه هاي اماكن خاصه، ما يصير احد يلمسها، ما يصير احد يقترب منها، ما يصير تنزع ملابسه قدام ناس، لازم يعني انه تعلموه انه هاي الاجزاء من جسمه هي اجزاء خاصه به هو. هي تبدي التربيه الجنسيه من عمر 3 سنين للطفل، يبدي يكتشف نفسه ويعرف هو ولد او بنيه. فالافضل انه يصير انه الطفل واعي انه الاب امه ابوه امه يقولوا له اذا احد لمسك من هالاماكن ارفض، اصرخ، اطلب المساعده، تعال قل لنا. يعني على مستوى عائلتي وصديقاتي، ومن نقعد باحد الجلسات العائليه انبه عليهم ممنوع منعا باتا لابنيه ولا ولد يروحون للمحل التبضأ. وإذا رادت في حالة اضطرارية ما تروح وحدها، يا أخوها وياها، حتى لو كان صغار بالأمر، يا أخوها وياها، يا الولد يكون أخته وياها، أخويا، اثنين يروحون أفضل من واحد، لأن من راح يشوف حتى لو عنده فد نفس ضعيفة صاحب المحل، من يشوف اثنين ما يجرؤ، بس من يشوف واحد وحدة راح تكون الفرصة إلى أكثر يعني مجال. هاي أولا. هنا إحنا من باب أنه نحافظ على الطفل، بعدين ننبه الطفل انه اي شيء يصير عندك برا تعال احكي لي اياه. احنا تعودنا على اولادنا، ربيناهم انه يوميا يداومون بالمدارس، ومن يرجعون من المدارس فتره الغداء نجتمع على طاوله الغداء كليتنا. الزمهم بالسره، تعال احكي لي انت سويت بالمدرسه. ترى مرات يصير التحرش مو بس عند الباعه او بالتبضع، مرات يصير حتى في داخل المدرسه. المشكله يعني اذا ما تنبهين الطفل وتعلميه خليه ينتبه على نفسه، اللي هذا شيء مو زين، مو صحيح. احكي لي شنو اليوم سويته بالمدرسه، شو تعلمت، شو قريت، من طلعت سويت، ومن دخلت للمدرسه سويت شنو، فيحكي لي شريط كامل. راح الطفل يتعلم بعد ما بدون ما اساله اني، من يصير فتره الغداء راح يجي يقول ماما ترى اليوم هيك وهيك سوينا، هل قد قرينا، صديقي بصفي ضربني، اني ضربته، غلط علي، غلطت عليه، او احبه انطاني اللفه مالته امه مسويت لي اياها. شوفي ابسط الامور راح يبدي الطفل يحكيها. من رفعتي بينك وبين الطفل غطاء الخوف حافظتي عليه، من خليتي بينك وبينه خوف راح الطفل ما يحكي لك كل شيء. اذا مثلا حكى وقال لك غلطت على صديقي، او صديقي تجاوز علي وسكتت ما جاوبته، راح تقومين تأنبيه انت يعني العفو من هاي الالفاظ، انت جبان، انت ما اعرف ايش، راح يخاف بعد ما يحكي لك. الفتيات اللي يتعرضون للتحرش بالصغر او اي شخص يتعرض للتحرش الجنسي بالطفوله يترتب عليها اختلالات بالسمات الشخصية، من يبدي يصير مراهق ويكبر ويصير يعني شخص بالغ، وأيضا يترتب عليها اضطرابات نفسية أخرى مثل القلق، مثل الوسواس القهري، التفكير الزائد، الكوابيس الليلية، اضطرابات النوم، فقدان الشهية العصبي، أو بالعكس النهم العصبي. فالتحرش الجنسي بالطفولة كلش إلى تأثيرات على الشخص، ممكن يصير عنده اضطراب مكر ما بعد الصدمة، أو مثلا يصير عنده حاجز بينه وبين الزواج خاصة إذا بنية، فقدان الثقة بالنفس، يحس بالدونية، هاي كلها أضرار وتبعات النفسية للتحرش الجنسي للأطفال سواء ذكور أو إناث. هذا شنو سوى عندي؟ سوى عندي انه اني دائما ابكي، ما اقدر انام، صورة حتى صارت عندي دائما اتقية،
إذا أكل أكلة أقول من الأكل، بس هو لا، من هذا الرعب اللي صار عندي. وبحيث بعدين يعني ظليت أسألهم إنه أكو مكان دكان يختلف، أو حتى لو أبعد من هذا الدكان أروح أشتري منه، وكانوا يتعجبون تروح تتعنين مسافة على مو تشترين، بس أنا أريد أهرب من هذا المكان. كان أكو أخوان وياي وأخوات يعني أكبر مني، بس معتمدين علي أنا الصغيرة إنه أطلع. هذا الشيء سبب لي هاي المشاكل، وسبب لي حتى ما أعرف أتعامل، ما أخاف صوتي ما يطلع، يعني كلش عانيت. بس هذه المشاكل ما حد شافها مشكلة، شافها عادي. إذا يوم أتقيأ فيقولون إنه هاي خربطت بالأكل، إذا ما أنام يحاسبوني ليش ما تنامين، إذا أبكي على أي شيء صرت أعاند، صرت كل شيء أريد، صرت أغار من أخواتي، شكوا شيء عندهم يجيبوا لهم لازم يجيبوا لي. هذا الشيء طبعا قالوا انه هي شلون يعني الطفله العنيده اللي تريد كل شيء، الانانيه يسموني هيك اشياء، بس ما يعرفون شنو السبب انه هذا الطفل بداخلي كان مريض ويحتاج لعلاج، ويحتاج لاصلا يسمعوه ويحكي شنو اللي بداخله. صدمات كثيرة يتعرض لها الطفل من داخل البيت، منها من خارج البيت، منها من نفس عائلته، صدمات كثيرة. هنا لازم احنا اولا نكشف الصدمة شلون تعرض لها الطفل ونعالجه قبل كل شيء. هاي بالبداية شلون الاهل يكتشفون انه ابنهم تعرض لصدمة؟ يعني من يشوفون وضعيته مو طبيعية، الطفل من يتعرض الى صدمة يصير وضعيته مو طبيعية، يعني يصير مرتبك، يصير مثلا خايف من فد شيء. لازم الام تتابع حركة طفلها، ومن خلال الحركة مالته وتصرفاته راح تعرفه هذا مو طبيعي. من تعرفه مو طبيعي راح تجي تسأله شبيك ماما، تقعد هي ويا وحدهم، تحاول ان تستدرجه وتكشف من عنده شنو هذا السبب. بس هي اساليب التحرش نقدر نقول اتطورت، يعني التحرش اللي كان بالشارع مثلا تحرش لفظي او تحرش مادي اصبح تحرش مثلا الكتروني برسائل او بصور او من هالامور. ليش قلت لك انا انه قضايا التحرش ما جاي توصل للقضاء؟ مجتمعنا العشائري خوفا من الفضح، وبالمناسبه هو التحرش ترى ما احنا من نقول كلمه تحرش يخطر ببالنا ذهنيا او الصوره النمطيه الدارجه انه التحرش هو اللي تتعرض له الفتاه او الانثى عموما، بينما بالعكس. يعني اخر شيء القضيه اللي سمعنا بها قبل ايام عن هذا موضوع الشيخ اللي بالجامعه وهيك شيء، خب اللي تعرضوا للتحرش هم اولاد يعني مو بنات. فهذا مسألة التحرش ممكن يتعرض لها الذكر أو الأنثى. بس أنا هذا كله ما أعرفه، وكون عندي شخصية بدأت عندي من المراهقة. طبعا أنا مستمرة بالدراسة، مستواي الدراسي متوسط أنجح، وما مركزين على دراستي، يشوفون البنية هي المهم ماشية بدراستها، وما كنا ذيك المعاناة مثل هسه بالدراسة، يعني كنا عادي ننجح نمشي بحياتنا. بالمراهقة صار عندي مشكلة انه اني هواي اتمشكل ويا اخواني ويا صديقاتي، فاني المكروهة كنت، يعني ما عندي صديقة ثابتة، ما عندي، دائما اتمشكل، حتى بالمدرسات يدزون على اهلي، وهذا اشوفه الرفض لكل شيء، كان كل شيء عندي مرفوض. بس بنفس الوقت انا مهتمه بنفسي وبشكلي وبلبسي، واهلي ما مقصرين علي بهذا الشيء، كل شيء موفرين لي من المصرف. بس عندي مشكله انه ما تبقى عندي ويا صديقه، ودائما اتمشكل، الكل يكرهوني. تصوري من تعرض للتحرش هي ما قدرت تقول لاهلها، لانه هو كان شخص مسيطر عليها فكريا ويهددها، وهي هاي المشكله، ان الطفل الخطيه ضحيه، لانه من بعده مو كلش عنده ادراك قوي يصدق بهاي التهديدات، في حين هو كان بكل بساطة لو هي حاكية لأهلها كان ممكن إنه يحطوا له حد ويوقفوه عند حده. عدت شوية بالمراهقة، يعني بعدين صارت عندي صديقة. هاي الصديقة ليش بقت وياي؟ لأن هاي الصديقة عدها كان شخص تحبه، وكان هو مدرسة، وكنا يعني نحاول يا اما انه قبل المدرسه اوقف وياها يجي يشوفها،
أو بعد المدرسة بحيث نرجع سوية، حبيت هذا الشيء وياها، فحبيت أنا همتين أنه أتعرف على أشخاص، فظليت أتعرف على أشخاص وبقت هاي صديقتي وياي تقريبا يعني للخامس إعدادي، يعني من متوسطة الإعدادية أنا وياها، وكل فترة نتعرف على أشخاص ويعني نطلع وياهم بسفرات يجون هذا الجو يعني، وكنا حابين اثنيناتنا نبقى هيك شيء. صارت المسألة سهلة عليها من هي طفلة تعرضت إلى شغلات جنسية، صارت أنهم من تمارس ويا أي شاب صارت لها جرأة. ما شوفي هسه يعني عذرا من هذا الكلام، أكوش سيدات ما خرجت باب الحوش، ربات البيوت، قبل ربات البيوت يمكن حتى للتسوق تكتفي بالرجل أو تكتفي بابنها الكبير، من تطلع بمجتمع حتى من الصعوبة أنه تتعامل ويا رجل، حتى السلام تخجل من عنده، بس اللي طالعة ومجتمعات وتشوفين أنا يعني كبار بالعمر وزميلات ويعرفون هذا حلال وهذا حرام، تصافح مجتمع من الرجال وتبوس وكذا، وهذا لها حدود، هذا كلش غلط. البنية ليش بدأت الصادق هنا؟ لأن صار عندها شيء مباح، صار شيء سهل، ماكو شيء تخلي بيه تحدية. ليش السبب هنا؟ نروح ونرجع، السبب والأساس هي البيئة، العائلة اللي عاشت بيها، التربية. التربية هي عمود الأسرة. البنية هنا الحالة اللي تتكلم عنها أثر هذا على مزاجها، خلاها عندها اضطرابات بالنوم، خلاها أنه تكون طفلة عنيدة مشاكسة، ما تسمع الكلام، إدغار، تحس بالدونية، كل هذه تبعات النفسية لهذه الحالة مع التحرش. المشكلة الثانية أنه أهلها يعني من شافوها عندها الاضطرابات السلوكية أبد ما فكروا أو يسألوها لويش، يعني ماكو، تحس أنه الأهل شوية بعيدين عنها. من بدأت تصير مراهقة بدأت تظهر عليها سمات الشخصية المضطربة باضطراب الشخصية الحدية، إنه هي بدأت تصنع المشاكل مثل ما هي قالت، أتمشكل، ما تثبت على صديقة واحدة، يعني تطفر من صديقة لأخرى، وهاي اللي يسموها العلاقات الاجتماعية الغير مستقرة، هي هاي من أحد سمات الشخصية الحدية، Borderline Personality Disorder، وهي هاي كلش مرتبطة بالتحرش الجنسي عند الفتيات. من تتعرض تحرش جنسي كثير منهن يتحولن الى اضطراب الشخصيه الحديه، اللي هي دائما تقوم تتمشكل، ما تثبت على صديقه معينه، مزاجيه، عصبيه، تظهر عليها انحرافات اخلاقيه، مثل ما هي قالت قمت تطلع ويا ولد، تطلع الى ان لقت صديقه تشبع غريزه يعني الانحراف اللي عندها، اللي هي انه بدت لقت صديقه وبقت وياها، هاي الصديقه هي قامت تطلع ويا ولد وهي قامت تطلع وياهم وسوى علاقات، فهي هاي احد سمات الشخصيه الحديه، اضطراب الشخصيه الحديه هو انه انحرافات لا اخلاقيه. لحد ما صار بيوم كنا رايحين المنتزه وام ولد موجودين وانا وياها، وبصدفه بالمنتزه كان واحد من قرايبنا، فهذا من شافني كلش يعني ضاج واجي جاي تهجم عليه، بس انا وياها راسا طلعنا وركبنا من المكان. هذا مسكت اجي الاهلي وحكى لامي بكل التفاصيل، قال لي هيك شفتها وهيك، فامي تخبلت وقتلتني وحارت تسوي بي، فقالت انت بعدها خلاص قاعدين بالبيت تبطلين وماكو بعد، وقست وياي الكل يسالها ليش تيجي وياها ما تجاوب، والحمد لله ما حكيت لأبويا والإخواني، فبقى الموضوع بيني وبينها، بطلتني قعدت بالبيت. لما اكتشفت أمها هذا الشيء، أيضا أمها ما بحثت عن السبب، لا إنما بس استخدمت التعنيف والحبس، فكان المفروض يعني كنصيحة للآباء والأمهات إنه المفروض إذا صار إنه بنية تسوى علاقات يا ريت تأخذوها لمختص طب نفسي. ممكن انه اكو اختلالات هرمونات، ممكن تكون اضطراب شخصيه وسلوك، فممكن انه تخضع لجلسات، يعني هي من فتره المراهقه تم معالجتها ومعاملتها بشكل صحيح علمي وطبي ومهني. هي استخدمت الام انه الحبس وتبطلها من المدرسه ومعاقبه وكتل، وهاي اكيد هيك عم يسوون وياها انه
فهي لو ما أخذتها والدتها إلى طبيبة مختصة، طب نفسي مثلا، علم نفس، معالجة نفسية، حتى يفهمون الدوافع النفسية اللي سببت لها هذا الانحراف. إحنا مع الأسف مجتمعنا العربي ومجتمعنا الإسلامي يقول لك هذا عيب وحرام وما يصير، بس تشوفين خارج دول أوروبية هذا برنامج ومنهاج ياخذوه بالمدارس، وتشوفين دائما هم ما يتعرضون لهذا الشيء إلا برضاتهم، ماكو شيء اسمه غصب ولا شيء مجبر، ويتعاقب اللي يتعامل بهالمعاملة. بس إحنا كل شيء عيب حرام، ما يصير تسوين هذا الشيء، بس هذا المفروض منهاج يتدرس بالمدارس، يعني يكون بعمر المتوسط، بالأول متوسط تبدي البنية أو الولد عمر البلوغ يبدي دماغه يتفتح، تبدي تشوف البنية تغير معالم جسمها، لازم الدرس ينطيها ليش جسمها تغير وشلون لازم تحافظ على نفسها وشلون تحافظ على جسمها، والولد هم نفس الشيء. احنا تدرين عندنا مادة الأحياء بصف الثالث متوسط وكنا نعرفها، شلون تكوين البشر وشلون هذه مرات احنا من انا اعرف عدة مدرسات من يدرسون هاي المادة ومدارس ولد يعبروها ما يشرحوها، وهذا يعني كلش خطأ. طيب انت تقدمين مادة علمية ليش تخجلين منها تقدميها لطلابك؟ وين المشكلة هنا؟ وين الخطأ هنا؟ هي هاي مشكلتنا. وقت يعني تقريبا كل المدرسة أنا قاعدة بالبيت محبوسة، يعني حابستني وتعاملني معاملة يعني كلش قاسية علي. أنا هنا بالزايد انهارت ووصلت لمرحلة أنه أريد أنتحر، أخذ الشكو شي بالثلاجة، أدوية أشربهم، أتخربط شي. هي بعدين غيرت شوية، ظلت مثلا متري تروح للسوق تقول لي يلا بدلي خلي أخذك، تظهر عليها سمات الشخصية الحدية الأخرى، الحدية الأخرى اللي هي الميول الانتحارية، أنه تبلع حبوب على مود تقتل نفسها، هذا كله حتى تجذب الانتباه، لأن هي بداخلها الطفل على قولتها، هي قالت يعني هذا مصطلح علمي، الطفل الداخلي عندها مريض وغير مستقر، فهي دا تصرخ تطلب النجدة بس بطرق غير صحيحة، هي أنه مثلا تميل للانتحار، تميل للمشاكل، للعصبية، للمزاجية. أنا ما كنت أعرف أنه ليش يعني بدلي اهتم بنفسك تعاي وياي، من تروح واجب، من تروح للأقارب، من تروح للسوق، أنا وياها دائما. أثاري يتمهد أنه ملكي أنه أحد يتقدم أو أحد يشوفني، عائلة تشوفني. يعني إحنا كمجتمع شرقي هو يقول لك يعني احسن شيء انه تستر، يعني امها تستر عليها لان تخاف لا تروح ام، يعني الام هنا كاي ام بمجتمع شرقي يقول لك هاي البنيه ما زال هي تصادق ولد، ما زال هي عندها علاقات، فخلي تتزوج حتى تنستر. هذا يعني احنا مجتمعنا هذا الشيء، يعني وصدق هذا الشيء صار. عائله كلش يعني كلش حبابين، هي كانت الام هي صديقتها، فكنا دائما نروح لهم من فترة وفترة، فهي عجبتها يعني على مود ابنها، حكت ويا أمي، أمي رأسا وافقت باللحظة، هي نفسها شلون تريد تخلص مني، أنا ما كان إلي أنه أقبل أو أرفض، أنا أريد بس أنه أمي ترضى علي وأنسى الماضي وأنسى كل شيء، وهذا الشخص يلا أبدو وياه، أهلي وافقوا. الخطوبة يعني ما كان فترة خطوبة انه اتعرف عليها واطلع وياه وهذه، واصلا انا طالعة من عيني هاي الطلعات، يعني شو يريد يضيف مثلا، هو ما حبيت انه اطلع وياه دائما بالبيت، حتى هو يقول خلينا نطلع، بس هو كان شلون الشخص اللي ما يحكي هواية يعاملني معاملة يعني سطحية رسمية، مو مثلا واحد هو وخطيبته. تزوجنا حياة طبيعية، هو بنفس الرسمية وكلامنا محدود، حتى ما اكتشفت ان دول العائلة يعني عندهم اذا انام اليوم كله عندهم عادي، لا يسألون لا يصعدون مثلا وينها صار بيها، ماكو عادي، وخليني براحتي،
هذا الشيء كلش حبيته، يعني الأمية يعني دللتني أكثر من بناتها، بس أنا ما كنت أعرف هذا ليش، لأنه بناتها كانت تخليني اشتغلان وياها، بس أنا براحتي بطريقة مو طبيعية، كيفي شنو أريد، وكلش حبيتها وتقربت لي أكثر من هو زوجي. زوجي سطحي، حكي قليل يطلع هواية، بعد انتهت الرسميات تقريبا شهر، لأنه إحنا يعني أقول رسميات لأنه كنا يعني شلون اللي يعزمونا ويعني وناس يعزموهم، وهاي الرسمية اللي بقت تقريبا شهر، قرايبهم هواي وإحنا هماتين هواي. ولهذا هسه تشوفين الطلاقات ترسل محاكم، يعني تشوفين المطلقين أكثر من المتزوجين. ليش؟ لأن أولا توعية ماكو، تربية غير صحيحة بالبيت، بعدين احنا هسه هذا الموديل انه ما تقول مطلقه منفصله، صار اسوي لها فد اتكيت وفد اطروحه فد اطار جميل منفصله. طيب المنفصله وين ومطلقه وين؟ قبل احنا كان في حتى لزمن الثمانينات البنيه اذا تقول منفصله في عائله تعتبر العائله منبوذه. تزوجتي بس لان كانت التربيه صحيحه، البنيه مركزه فكرها وجسدها وكل حواسها البيتها وزوجها وأطفالها وعائلتها. ماكو شيء اسمه اليوم انت حاكيتني باكر أقول لك انفصلت. يعني السبب بأنه هذا كان الأم يعني احتمال هي الأم نفسها ما عندها ذاك الوعي. احنا ليش نلوم الأم؟ الأم هي احتمال الأم ما عندها فد وعي. لو كانت الأم عندها وعي كانت عاملت من البداية ويا بنتها كصديقة، بس الأم هي نفسها تفتقد الوعي، واحتمال الأم يعني هي متعرضة لعدة مشاكل، مو نقول تعرض جنسي ولكن يكون حياتها الزوجية مو صحيحة أو ما مستقرة، فملتهية بغير مشاكل وهذه ما انتبهت على بنتها إلى لمن شوف الحل لبنتها أنه تتزوج. هذا الحل الغلط. طيب أنا أعالج، أنا اليوم بنتي شفتها غلطانة بتصرف ما، أجي أقعد وياها أتعلم منها أفتهم منها أعلمها ليش وصلت لها الحالة، ليش طلعتي ويا شباب؟ يعني للمجتمع، احنا كمجتمعنا مجتمع اسلامي ومجتمع عربي هذا كله يحرمه ويمنعه. زين شنو اللي جرأة اللي خلتك تطلعين ويا شباب وتصادقين وتمشين هنا اكو فد نقطة لازم كل عائلة تتوقف عندها. الأم هي أساس البيت. وراها اكتشفت انه هذا زوجي ما يحكي ويا اخواته، صار له تقريبا سنوات كلش هواي ويخبث عليهن. علاقته باخواته علاقة يعني العدو ويا عدوه، هن ما يطيقن وهو يعني هن لو طب المكان هو يطلع، وهن العكس ويخبث عليهن ويخرب اشيائهن. يعني اكو اشياء يكتشفن مثلا قراصاتهن ملابسهن ذابهن بمكان او مكسرهن، يعني حاله عده حاله عجيبه. انا بالبدايه يعني كنت انتبه عليه هوايه، مثلا ما اعرف شلون اوصفه، بس هوايه مثلا يبقى بالحمام هوايه يسبح هوايه يغسل، شلون عنده وسواس بالنظافه وعنده هاي الخباثه يخبث ويا خواته، ودائما على يريد لهم بس يعني مشكله بس انه حتى بيتعارك وياهن. خلال هذا الشهر ما كان اكو اي شيء، لا ماكو اي شيء بيناتهم، ما شفت هذا الشيء. ورا هذا الشهر بانوا على حقيقتهم وشفتهم انه هم قاعدين يعني على مشاكل بيناتهم، بين هذا الاخ وبين خواته. والأمية كانت يعني حابتني وتريدني اغير منه، زين انا شلون اغير منه؟ يعني إذا هو طول حياته هيك، أنا مو طبيبة نفسية حتى أغير الولد. لأن هي أساساً مريضة نفسياً، هي عندها تراكمات مسبقة، المفروض هي تتعالج من التراكمات اللي عندها. يلا ذاك الوقت يفكرون يزوجوها، وزوجوها شخصية أيضاً تعبانة وعندها تراكمات، فلهذا ما صار التوافق وصار الانفصال. لو هي كانت ما عندها تراكمات مسبقة كان عالجته. بعدين لا تنسين هي في داخل فكرها انه الحياه اللي عاشتها بحريه كانت مرتاحه لها، تريد تنعاد على ذيك الحياه اللي هاي بعدها بفكرها بدماغها باحساسها ما خرجت من عندها.
تريد من انفصلت من زوجها خلاص حررت وراح ارجع البيت اهلي وارجع لنفس حياتي. بس هي لو داخلها متحرره من هالتراكمات هي كان اصرت على انه تغير من زوجها. ترى زوجها مو ذاك الوضعيه اللي هي يعني فد معضله تقدر تغير. وهوايه سيدات غيرن من ازواجهن والتزمن بيوتهم وعوائلهم واطفالهم. وشوفيها هسه سيده مجتمع راقي. يعني حكيت وياها قالت لي يعني انا ردت يعني اني حتى اعتبرك اكثر من بنات وحبيتك، بس اريده يتغير، اريده تكسبي، اريده جزء بالمعامله بيناتكم بيناتكم الاشياء هاي العشره يمكن راح تغير، يظل يحب البنات، يظل يحب اخواته يحكي وياه. فقلت يلا خلي احاول، بس ما اعرف شلون ابدي لانه اني اصلا عندي مشكله ويا الولد، عندي مشكله يعني اساسا. فظليت احكي وياه هذا اني اخواتك، ويقول لي هذا الموضوع لا تفتحي وانتي مالك علاقه ولا تتدخلين. كل ما اريد احكي لان انا طريقتي ما اعرف شلون احكي وياه، فصار يعاملني مثل ما يعامل اخواته نفس الطريقه. فهنا انا صارت عندي يعني انا اصلا طالعه من مشكله، واني اصلا اللي تعرفت عليهم وحبيتهم وقضيت اوقات حلوه وياهم ما كان معامله كلش حلوه، كان ماكو غير الحب وغير الرومانسيه وغير هاي الاشياء. فهو ظل يعاملني مثل خواته. ظليت ما انام بالغرفه، انام ويا خواته بالغرفه. صار حرب بيني وبينه وبين اخواته ومشاكل مستمره، وصرت اني عاملني مثل اخته وبنفس الطريقة بنفس الخباثة ونفس يعبث بغراضي ويعبث بأشيائي. هاي الأشياء أنا قلت لك يعني مو بس أني يعني بالبيت، لا أهلي يدرون، بس منو يدري بس أمي، لأن هي أمي تعرف سري وأني أصلا زوجت حتى هي ترضى. قلت لها ماما ترى هذا وضع يعني أنا إذا متى أبقى، تقول لي صبري صبري صبري، وما أسمع منها غير كلمة صبر. لحد ما صارت مشاكل انه يريد لنا بس حجه، يعني لو يسمع مثلا احنا دا نشتغل بمطبخ وصارت صوت المواعين يجي علينا بعوده ويظل يضربنا كل احنا، مريض انسان مريض. خصوصا مثل اخته او امه، يعني يوصل الولد يضرب امه مشكله، هذه مشكله. اذا هو هم نفسيته تعبانه. انا اعرف عده حالات رجال يعني يشيل السلاح على زوجته، وعدة مرات إنه يريد يقتلها، يعني هينة من يضرب بإيديه أو بعصا أو فتشي. وشفتي أنت عدة حالات تعرضت لها النساء اللي حارقة نفسها وطلع زوجها حارق. يعني هاي هواية اللي يمكن مناطق عدة بالجنوب وحكت عنها الإعلام هواية، يعني هذا المواضيع هاي همينة تراكمات نفسية. فأني جزعت فطلعت من البيت، رحت لأهلي، رحت لهم وقلت لهم هذا ترى يضربني وهذا هيك، وأنا يعني جيتهم مضروبة. وواحد من أخواني هو عنده ثقافة شوية بالكلية فيعرف، فقال لي خلي أروح لمركز الشرطة. أنا هاي أختي يعني وقف وياي، هو هذا الوحيد وقف وياي، أمي ضدي بس مستغربين من موقفها لأن هي أم المفروض وياي، بس هو متى يعرفون إنه هي تدري كل تاريخي يعني. فأخذني للمستشفى وصار تقرير وأيدنا الضرب إنه هو زوجي، وهذا التقرير كلش فادني بعدين من ردت أنفصل عنه. فهو من عرف التقرير طبعا ما يدري بي، راد انه يرجعني، فانا ما قبلت ارجع، انا قفلت على الطلاق، قلت انا ما اكمل وياه. مبدئيا اذا تعرض الى ضرب وهذا الضرب ادى بجسمه الى كدمات وسحجات وهالامور، يتجه الاقرب مستشفى ويسوي تقرير طبي ويذكر بهذا التقرير انه انا بالساعه الفلانيه بالوقت الفلاني تعرضت للاعتداء من الشخص الفلاني. مبدئيا هاي هي القاعدة، البيسمنت هاي القاعدة الأساسية اللي ينطلق من خلالها الدعوة اللي راح يحفظ حقها بيها أو تحفظ حقها بيها. سوت التقرير الطبي،
تتجه المحاكم التحقيق إذا كان الضرب من قبل الزوج أو الأخ أو أي صلة قرابة تربطها به. هنا عندنا محاكم مختصة بالتحقيق يسمونها محاكم المتخصصة بقضايا العنف الأسري، مو محاكم التحقيق الاعتيادية، لأن هاي المحاكم يعني قضاءنا من سواها حفاظا على خصوصية الموضوع، أنه هاي موضوع أسري، فحفاظا على خصوصيته. حتى المحققين اللي بمحققات نساء أكو بيهن، من تجي الزوجة تشتكي أكو حكي ما تقدر تحكي قدام رجال مثلا، أكو فد مواضيع تعرضت لها ما تقدر تحكي بحرية. خلنا نفترض أنا محقق وتجي تحكي لي تقول لي والله أنا هيك صار بي ما تقدر، فخلوا محققات نساء أكو بيهن. هنا أنا راح تتخذ المحققة الإجراءات التحقيقية، تدون المشتكية، تأخذ من يمها التقرير الطبي، تربطه بالدعوة، إذا أكو شهود موجودين الشهود يدونون أقوالهم، تحال إلى القاضي المختص. القاضي المختص راح يقتنع من خلال، قلت لك قبل شوية، أنه سرد القصة من خلال المشتكية، زائدا التقرير الطبي، زائدا الشهود. هذني الأركان الأربعة خلينا نسميها، إذا اجتمعت راح تكتمل هيكلية الدعوة، فتحال إلى محكمة الجناح. طبعا أكو جزء نسيت أقولش بيه، أنه أوتوماتيكيا يعني هي من صارت الشكوى راح يدزون على المشكوم منه المتهم، يأخذون أقواله، إذا عنده شهود دفاع عنه أيضا يدونونهم. وهنا قاضي التحقيق راح يجمع، لأنه وظيفته جمع الأدلة، الرجل راح يجمع هاي الأدلة ويحيلها القاضي الموضوع اللي هو قاضي الجناح. قاضي الجناح راح، احنا من صار شعار القانون كفتي ميزان يعني مو اعتباطا، راح يوازن بين الكفتين المشتكي والمشكو منه، وراح يعرف من خلالها انه هاي المرأة تعرضت للضرب وتعرضت لها الامور. هذا المشكو منه يصدر عليه قرار، القرار يصدر عليه حبس، غرامة بصرف النظر. شلون راح الزوجة تستفاد منه؟ هاي معلومة يعني ننطيها للزوجات المعنفات. انت اول ما تتجهين يا زوجة اللي تعرضت للتعنيف، تتجهين تسوين تقرير طبي اذا ضرب. هذا التقرير الطبي تاخذين المحاكم التحقيق، محاكم التحقيق تدونك وتاخذ التقرير وتدون الشهود ماتك ويحيلونك المحكمة الجنح، بعدين يصدر القرار الصالحك. الزوج حتى لو ينحكم غرامة عسما 1000 دينار، هذا نحكيها طبعا كمثال بصرف النظر، المهم هو صار حكم ضده، هذا الحكم تاخذينه المحاكم الاحوال الشخصيه، تقيمين دعوه تفريق للضرر. شنو الضرر تعرضتي له؟ والله انا تعرضت للضرب من قبل زوجي وكسبت قرار ضده كمجنى عليها. تطلب التفريق للضرر، المحكمه من اول مرافعه راح تشوف قرار من محكمه الجناح صادر انه هذا الشخص عنف زوجته راسا، راح تتفرق من يمه. من تتفرق من يمه عاد بعدين تطالب باقي حقوقها، النفقه وغيرها وهاي الامور، طبعا تاخذ حقوقها كامله وتاخذ تعويض بعد ما تنتهي قضيه الجناح بهامش او بالقرار نفسه، انه تحال هذه الدعوه الى المحاكم المدنيه حتى المشتكيه او المجنى عليها تطالب بالتعويض، يعني فوق حقوقها تاخذ تعويض عن الضرر اللي تعرضت له، سواء ضرر مادي او ادبي. فقلنا خلينا نرفع قضيه طلاق حتى ناخذ الحقوق مالتنا، خلينا محاميه، المحاميه ما كانت تدري انه هو يضربني. قلت لها هذا الوضع، قالت انت كل شيء ما تحصلين لانه انت طلعتي من البيت فما لك اي حقوق، الا اذا انت ترضينه الشخص. وطبعا صارت هاي الشغله انه رفعنا قضية وهذه، وقالت لي خلينا نرضي، خلينا نسوي جلسة قبل كل شيء، خلي يجي. وأخذت رقمه وتواصلت وياه، فهو إجي وما عنده مشكلة أبدا بالطلاق يعني عادي. فحكت وياه، ظل يشمر عليه لما أنطي وما أنطي وكل شيء، هي راحت. فبعدين أخويا يعني قال بس أنت كنت تضربها، فهي منها قالت شلون يعني يضربها، عندكم شيء يثبت؟ قال إيه موجود هذا التقرير، هذا التقرير كلش فادنا. وقالت مدام هيجي يعني إنه أنت سبب ضرر وهذا التقرير مكتوب به التفاصيل ففادتنا، فتوكلنا وبدينا بالمحكمة. بنعرف القاضي هيك شيء طبعاً، كل الحقوق إليه. هنا شوية هو أخرنا بالحقوق.
قال انه انا ما عندي انطي لانه المؤخر 15 مليون، فقال انا ما عندي انطي واذا تردون انه تصير شلون هي يعني اجراءات محكمه، يعني تروح لإدارة التنفيذ ووراها تصير مثل النفقه فينطون المؤخر على شكل بالاشهر. هذا الشيء تاخر شويه بس مع ذلك انا يعني قلت لازم اخذ كل شيء وخلي يكون إلى درس. وصراحة أنا مقهورة بس على أخواته وعلى أمه لأنه هو إلى متى يبقى هيك. ظلت مشغولة بالمحكمة وهاي الإجراءات وهاي الحد ما صار أول دفعة وظلت أخذ ومستمرة على هذا الشيء. وهي هاي اللي يصير انه هي قلت لك موالدتها بالتسعين يعني هي عاده اضطراب الشخصيه الحديه من يوصل الشخص عمره 30 سنه هوايه سمات من اضطراب الشخصيه تبدي تختفي وتتحسن اغلب يعني اكثر المضطربين شخصيه هيك يصير عندهم. شلون اكتشفت انه انا لا احتاج الى علاج؟ طبعا شفت بالتليفون يعني هواي ناس شلون تعرضوا وهواي مشاكل هواي شلون هالبرنامج يعرض هيك مشاكل، فشفت وحده متعرضه للتحرش وتغيرت حياتها، فاني اكتشفت انه هذا كل اللي صار وياي بسبب هذا الشيء هو بدايته فلازم اعالجه. دخلت رحله علاج ويا دكتوره وسوت لي جلسات وهو شلون اللي يعني هو مركز هذا مختص العلاج النفسي، فبديت بمراحل العلاج وبديت أتصالح والمواقف اللي صارت لي بديت أغير حتى نظرة أمي إلي وبديت أغير من شخصيتي. وإن شاء الله أنا ناوية أنه أدرس أكمل سادس خارجي فجاي أقرأ، فبديت شوي أتغير. وصراحة ما أقدر أتغير بدون مادة لأنه صح أهلي وفروا لي بس استفادتني النفقة، فبديت أنه أتحضر حتى أدرس وبعدني مستمرة برحلة العلاج. هاي الخطوة كلش يعني كانت خطوة إيجابية من عندها، وعندها شجاعة أنه تروح وتتعالج وبدت يعني تاخذ طريق الصحيح هسه من بدت انه تريد انه مثلا تبني كينونه نفسها وشخصيه. حتى هي قالتها بالمعنى قالت بدت شخصيتي تتغير، وهي صحيح من بدت تسلك الطريق الصحيح انه تتعالج بدت تريد تثبت ذاتها تحقق نفسها، قامت تريد تدرس بدت تفكر يعني بعقلانيه. تلاحظين انه بدت يعني الطيش مال المراهقه بدت تختفي، صارت أرزن. طبعا هاي الإنسان بشكل عام من يتعرض للضغوطات ممكن إنه مثلا هي على تجربة الزواج الفاشلة خلتها تصير أوعى. إذا شخص لمسك من الجزء الفلاني من جسدك أو سمعك الحكاية الفلانية، هاي أنت تسمعها تيجي تقول لي أنا أبوك أو أنا والدتك، تجين تقول لي أنا تعرضت لفلان شيء، فهذا التعليم هنا راح يصير إلمن مو للطفل، تعليم للأهل حتى يعلمون الطفل، حتى الطفل ينشأ بفكرة أنه أكو حدود أكو دائرة معينة. يعني أنا هسه مثلا أجيت القناتكم أغلب الأشخاص الموجودين هنا ما تربطنا بيهم فتصلة معينة، حتى طريقة السلام طريقة الكلام تختلف، بينما إذا أرجع لبيتي من أتعامل ويا أختي ويا أخويا ويا والدتي ويا أبوي أكيد المسألة تختلف. فهاي الحدود المفروض الطفل وهو صغير يتعلمها، يتعلم يرسم حدود للآخرين يتحرك من خلالها، حتى هاي الحدود احنا ليش أكون نقول انه الحرية هي المساحة اللي تنتهي بها حريتك وتبدأ حرية الآخرين، هو هذا الخط الفاصل. هذا الخط الفاصل إذا قدرنا نعلمه للطفل راح يعرف انه اللي يتجاوز هذا الخط هو يعتبر متحرش او فعل فعل مخل بالحياة. اللي أضيفه أولاً توعية الطفل من خلال المدارس، يدخلون المنهاج اللي يخص جسم الإنسان وشون الحفاظ على نفسه وشون من يوصل إلى مرحلة البلوغ. هاي مرحلة لازم تتدرس في مدارسنا من بداية المتوسطة، من صف أول متوسط، لأن يبدي الولد والبنية مرحلة البلوغ. وهسه احنا حالياً عندنا هاي المدارس الأهلية مختلطة ولد وبنات، هاي شلون أنا أقدر أحافظ عليه إذا ما أنطي وعي
أوعي الولد وأوعي البنية حتى يحافظون على نفسهم. هاي من خلال المجتمع، من خلال البيت تكون الأم صديقة. الأم هي سيدة البيت، الأب يطلع الشغل العمله يمكن يرجع بالليل لو يشوف أولاده، لو يجي تعبان يروح ينام يرتاح، يعني عنده وقت الترسيت هي من يجي يدخل البيت. ما فارغ أكثر الآباء، ما فارغ أنه يجي يقعد ويا ابنه ويسأله وكذا، إلا ما ندر كإحنا مجتمع عراقي، إلا ما ندر تلقين الأب يجي يلزم ابنه اليوم أنت قاري أنت مقا، هاي كلها يذبها الواجبات على الأم. ويرجع إذا ما سألت أو طلع ابنها نهاية السنة كمال بدرس وقالها وين كنتي لعد من ابنك كمال؟ صحيح هذا الكلام متعرف عليه كليتنا، يابا مو أنت أبوه راح ناس تذب على ناس الشماعة، كل من يعلق مشكلته على شماعة الآخر. طيب أنت الأم وأنت وأني الأم وأنت الأب، أنت دورك شنو وأني دوري، خلاص أنطيك العذر أنت تيجي تعبان. هنا الأم لها الدور الكل كمجتمع عراقي، تكون صديقة مباشرة مع الطفل منذ الطفولة، التربية منذ الطفولة، من يكبر راح يصير عنده تراكم ويصير يحتاج إلى طبيب ومشاكل راح يصير هواية تتعظم مشكلته، يصير من الصعب حلها. طبعا أنا شاركت وياك ومن حكينا بهذا الموضوع، أنا مو بس أريد إنه البنات حتى الأطفال، وأني جاي أشوف يعني أطفالنا هسه مثلا أخواني الزوجة وعتهم أطفال حريصين عليهم أكثر مما إحنا كنا أطفال، يعني طلعتهم طبتهم صار وعي أكثر، بس بنفس الوقت هي الحالات هاي موجودة. فأتمنى أنه الأهل والبنات ما يسكتون مثل ما أني سكتت، أنه يحجون بالموقف اللي صار لهم حتى يتعالج، وحتى هذا الشخص اللي يعتدي عليهم أنه يوقف يتحدي، ولأن القانون موجود وهاي بنات تعرضوا للتهديد الابتزاز، يسموه ابتزاز إلكتروني تحرش، كلها إلها عقوبات والقانون الحمد لله موجود مو مثل قبل. فحبيت أنه أحكي وما خايف أنه أحكي، وحتى هواي يمكن حكيتها يعني وحكيت الأهلي وحكيت الموقف وهم قالوا ليش ما قلتينا من البداية، بس من أنا صالحت مع اللي صار لي يلا قدرت أحكي، فهم ظلوا يحرصون أكثر علينا وعلى أطفالنا. الحمد لله على كل حال.